أسوأ وقت لممارسة أي نوع من الرياضة ولكل الناس هي الساعة الأخيرة قبل الفطور وانت صايم، جسمك جاف وما في طاقة، أكيد راح تحس يا بشد العضلة أو تعب شديد. تمارس الرياضة قبل الفطور ترى ما راح تحرك كمية كبيرة من السعرات الحرارية بسبب التعب، وإذا تعبت قبل الفطور ترى هذا مو مستواك الطبيعي، يعني أنت مش أنت وانت تعبان. ندري آخر ساعات من الصيام يبدأ الجسم يحرق نسبة عالية من الدهون بسبب الصوم مو بسبب الرياضة، ولكن اللي يهمنا هي كمية السعرات الحرارية وليست النسبة. والرياضة أثناء الصوم راح تزيد من الكمية، وهذا يعتمد على الشدة البدنية، إن زادت الشدة كالهرولة راح تضر الجسم، وإن قلت مثل المشي ما راح تحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية. توضيح للباب، كل شهاداتي بالتغذية ورسالتي بالدكتوراه كانت على الشهادات العالمية للرياضة، كل أنواع الرياضة. كمثال الشخص الهدرة يحرق سعرات حرارية أكثر من السكوتي. احنا ننصح بممارسه الرياضه على المعده فاضيه، يعني من ساعتين لاربع ساعات من اخر وجبه اكلها، بس مو معناته هذه 15 ساعه صايم، والشخص يعتبر صايم بعد 8 ساعات من اخر وجبه اكلها. زياده اللياقه البدنيه، الارشادات العالميه للرياضه تنصح بتناول وجبه خفيفه وشرب السوائل قبل الرياضه، يعني مو صايم. ومن يؤيد الرياضه قبل الفطور فهو يخالف العلم والارشادات. بشكل عام الرياضه المعتدله كالمشي ترى ما تساعد في انقاص الوزن بشكل ملحوظ، لازم تزيد من الشده البدنيه كالهروله او تزيد من المده اللي اكثر من ساعه، وهذا غير مناسب قبل الفطور. يمكن تقول نحرق نسبه عاليه من الدهون قبل الفطور، انا بسالكم الدهون بالجسم شلون تكونت؟ اكيد بتقوم من السعرات الحراريه الزايده، يعني كل ما زدنا بالحرق نمنع من تكون الدهون. المعروف حرق السعرات الحراريه والدهون يزيد اذا زادت المده الزمنيه والشده البدنيه للرياضه، والرياضه ما بين التراويح والسحور نتحملها اكثر ما نتحمل قبل الفطور. ايضا الشخص لما يمارس رياضه ما بين صلاه التراويح والسحور راح يحرق وجبه الفطور قبل لا تتحول الى دهون بالجسم، بالاضافه لتجنب ما لذ وطعم من الاكل غير الصحي في هذا الوقت. اخيرا نقل المعلومات الصحيه بين الناس مسؤوليه الكل، ولكن لا تفتي في معلومه في غير مجالك. عليه الصلاه والسلام يقول من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعنيه.